الكثير منا يعاني من ارتفاع أسعار فواتير الكهرباء في النمسا، والكثير يفكر ألف مرة قبل إضاءة مصباح صغير في غرفة معيشتهم. لذلك تعمل النمسا على خفض أسعار الكهرباء من خلال وضع حد أقصى للغاز لأسعار الغاز في محطات الطاقة. ووفقاً لخبير الطاقة في نقابة العمل يوسف طومان، قال أنه من الممكن أن تكون أسبانيا والبرتغال بمثابة نماذج، وذلك لأن أسعار الكهرباء بالجملة مدفوعة بشكل أساسي بأسعار الغاز الطبيعي. كما أضاف أنه يجب التدخل الحكومي السريع، لأن أسعار الكهرباء خرجت عن السيطرة، والتي لا تمثل مشكلة فقط على الأسر، ولكنها تمثل تهديداً هائلاً على الشركات أو القدرة التنافسية للصناعة. تستطيع مع إنفوغرام الوصول لأكثر من 2 مليون متابع في النمسا شهرياً. من خلال منصاتنا الإلكترونية معاً نعزز المسؤولية المشتركة في المجتمع لإثراء التنوع الاقتصادي والثقافي. إنفوغرام شريك النجاح. يا momentan hat Strom viel zu teuer, kann man nicht leisten. Wir haben ganze Maschinen hier Starkstrom. Das ist doppelt, zweimal doppelt die Rechnung bekommen. Das ist alles teurer geworden. Wir können momentan, weiß nicht, was machen wir, keine Ahnung. Ein Kebab ist momentan 3,50 €. 2 Monate hat er schon ungefähr 2,90 €, 2,50 €. Jetzt ist er 1 € teurer geworden. وفي بيان للمستشار كان نيهاما، قال بأنه يجب اقتطاع أرباح موردي الطاقة والذين يستفيدون بشكل غير متناسب من الأسعار التي دفعتها الحرب الروسية الأوكرانية. وقال أيضا أن هذا يجب أن ينطبق على الشركات الخاصة وليس فقط على الشركات المملوكة للدولة. Ja, ich kann die aktuellen Strompreise eigentlich nicht nachvollziehen, weil ich mir denke, Strom wird durch Wasser, also durch die Natur gewonnen, Windkraft. Österreich hat den Großteil von seinem Strom aus eigener Produktion auch, und es gibt auch immer wieder neuere Projekte. Deshalb kann ich es nicht nachvollziehen, dass es so übermäßig teuer geworden ist, also über 100% zum Vergleich zum vorigen Jahr, und ich kann das absolut nicht nachvollziehen. كما أحدث بيان للمستشار كان نيهاما موجات هائلة من تراجع البورصة، حينما قال أنه سوف يتم التنازل عن أرباح الشركات المملوكة للدولة إذا استفادت من الأزمة الحالية. وكمثال على ذلك استشهد نيهاما بأرباح الكهرباء الهائلة التي يتم إنتاجها من الطاقة الكهرومائية، وذلك لأن أسعار الغاز الطبيعي المرتفعة تعتبر هي المعيار الأساسي لارتفاع أسعار الكهرباء. النمسا كسائر بلدان الاتحاد الأوروبي لها أزمات، والأزمة نحن أزمة الغلاء نعيش فيها. يعني كانت أزمة كورونا أثرت على المواد الغذائية، جاءت الآن أزمة الحرب بين أوكرانيا وروسيا أثرت بشكل كبير. نحن نعلم أن أوكرانيا مزود رئيسي والأساسي لمعظم الدول الأوروبية. الآن السؤال، كيف تتعامل النمسا مع أو الدولة النمساوية مع هذه الأزمة؟ نعلم أن في الأزمة الاقتصادية الأولى لسنة 2000 تعاملت النمسا بشكل يعني ممتاز وذكي مع الأزمة، وحاولت أن تخفف هذا العبء على المواطنين. الآن نعيش نفس الأزمة لكن بشروط أخرى وبمتحولات ومتغيرات أخرى. الدولة الآن تحاول قصد المستطاع، يعني مساعدات كورونا الآن هي مستمرة إلى 30/6، وممكن أن تجدد، لأن الشركات هذا الدعم، سواء دعم الهيئة فارفون، دعم نظام العمل القصير أو يسمى الكوتس عابت، الأوصف على البونوس، الأمصاص فلوس أو يسمى عندما ينقص دخلك السنة، كل هذه الآن مستمرة إلى 30/6. التجديد بصفة 70% من أجل رفضها. الآن تبقى الآن أشخاص، لأن الآن إجراء الاندكس امباس اللي يسمى بالالماني او زياده في سعر الايجار موجود. هناك المواد الغذائيه سعر زاد، المواد كذلك الطاقه. الان الدوله فكرت في 150 ايرو كجوتشين او كاستثمار تساعد بها المواطنين الذين ليس لهم شركات.
نعلم كثيرا ان هذه 150 يورو لا تغني ولا تسمي من جوع، لكن هي خطوه من اجل تخفيف العبء. الان مسوغات، الان السيد كوغلا وهو نائب اقتصادي ونائب رئيس الحكومه يريد ان ينقص من الضريبه القيمه المضافه على المواطنين، يعني ان ينقص من، لان هي القيمه المضافه على ضريبه القيمه المضافه هي 20% بالنسبة للمشروبات والأشياء الأخرى والسيرفيس وكذلك، و 10% المأكولات. هل يمكن أن ينقصوها إلى 5%؟ وهذه التجربة عشناها كذلك في زمن كورونا عندما نقصت الدولة أو الحكومة النمساوية على أصحاب المطاعم عوضا 10% 5% وعوضا 20% 10%. كما سيتم إرسال قسيمة تكلفة الطاقة والتي يبلغ قيمتها 150 يورو اعتبارا من أبريل 2022، وذلك بحلول مايو 2022، وذلك للأسر المتضررة من ارتفاع أسعار الكهرباء. ولذلك يجب لكل أسرة وكل منزل أن يتلقى هذه القسيمة في الأسابيع القليلة المقبلة. والله أول كان كتير ممتاز، بس هلأ هاي الشهر زوجي صار يشتغل، يعني مثلا حسابي عم ياخد 1600، صار هلأ بهالغلاء صار تقريبا يعني أنه عم ياخد 1200، يعني ما تغير شيء ولسه صار كل شيء دبل، كل شيء أضعاف. فكتير يعني عم نلاقي الأسعار والمواد الغذائية كتير في شغلات منها يعني صاير مو بس إنه ضعف، ثلاث أضعاف. وفي ذكرى إحياء ميلاد الاتحاد الأوروبي في 9 مايو عام 1960 وبعد 72 عاما في ظل الأزمة العسكرية الأوكرانية وأزمة الطاقة المرتبطة بها، قررت مفوضيات الاتحاد الأوروبي بالشراء المشترك للغاز كإجراء أيضا لتخفيض أسعار الكهرباء. ومسودة المفوضية هي تحقيق أسعار أفضل في السوق العالمية من أجل زيادة القوة الشرائية من خلال الشراء المشترك للغاز. زوجي كان يشتغل لحاله، هلا صرت اشتغل انا وياه مشان نكفي لاخر الشهر وما نطلع على كسر يعني. والاسعار كثير صايره عندنا، نحن طفلين، الطفلين بدهم كيندر جارتن، يعني حتى مساعده الطفل تبع الكيندر باي هيلفه اللي عم يبعثوها 360 يورو ما عم بتكفي للكيندر جارتن. الكيندر جارتن نحن عم ندفع 400 بالشهر، وال كيندر باي هيلفة 360 أورو. نحن الفدين تبعنا ما يقارب يعني أقل شيء 2500، ونحن أربعة أشخاص ما عم بتكفينا. فأكيد اللي على السوشيال أو عنده أربايتسلوس أكيد أكيد ما أظن عم بتكفي. نحن صرنا ما يقارب الست سنين عم ناخد، يعني نحن من عم نشتغل، وحتى من شغلنا نحن أحياناً منحس إنه لآخر الشهر عم نكون ما في. وأخيرا السؤال الذي يطرح نفسه، السؤال الذي لربما يتساءله الكثيرون، كيف يتم حساب أسعار الكهرباء ونحن لدينا مصادر متجددة للطاقة يتم إنتاج الكهرباء منها بنسبة 100%؟ كيف يتم حساب أسعار الكهرباء ونحن لدينا مصادر للطاقة من الماء والرياح وليس من الغاز الروسي؟ هل ستستطيع الحكومة السيطرة على أسعار الكهرباء؟ هل سيكون هناك حلولاً حقيقية ومستدامة وليست مجرد حوافز مقدمة؟ هل سيتم قطع الكهرباء عن الأشخاص الذين يعجزون عن دفع فواتيرهم؟ كنت معكم أنا بثينة سلام من الحي 12 من وسط العاصمة فيينا، وإلى اللقاء.